الطبعة الثانية من البطولة الوطنية لتحدي اللياقة البدنية كانت هي الحدث الأبرز هذا الأسبوع في مدينة عين التوتة، أين شارك العديد من الرياضيين من مختلف ربوع الوطن في صنف الأواسط والأكابر من كلا الجنسين، وهذا من أجل الحصول على لقب بطل الجزائر في هذه الرياضة. الافتتاح الرسمي لهذا العرس الرياضي أشرف عليه كل من السيد الأمين العام للولاية، السلطات الولائية والأمنية، وكذا السلطات المحلية للمدينة. باسم السيد ولي الولاية أعرض رسميا على الافتتاح الرسمي للبطولة الوطنية الثانية لتحدي اللياقة البدنية، وأتمنى النجاح والتوفيق لهذه الدورة وللرياضيين للفوز بالنجاحات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحن هنا في ولاية باتنا، بالتحديد في بلدية عين توتة، أين سننظم البطولة الوطنية الثانية لتحدي اللياقة البدنية فيتنس تشالنج للأواسط والأكابر، وهي البطولة الوطنية الثانية على المستوى الاتحادية. هذه البطولة الوطنية يشارك فيها فئة الإناث والذكور لاختصاص السيلفر والجولد. تكون البطولة هذه على مدار يومين. تنظيم هذه البطولة في عين توتة لم يكن بالصدفة، ولكن نظرا لإمكانيات النادي الذي أظهرها خلال البطولة الوطنية الأولى من خلال الرياضيين اللي كان عندهم مستوى عالي على المستوى الوطني. إبراز الرياضيين لقدراتهم البدنية كانت تحت تأطير حكام دوليين ومدربين في الاختصاص، هذا من أجل تقييم الرياضيين وانتقائهم ضمن المجموعة التي ستمثل الجزائر في البطولة الإفريقية المقبلة. اليوم حنا رانا جد مسرورين بهذا التنظيم المحكم في ولاية باتنا دائرة عين توتة بلدية عين توتة، يعني تنظيم يشرف هذه الرياضة ويشرف اتحاديتنا في هذا الاختصاص الجديد. يعني ما من مشاركة رياضيين، يعني بالك راه أكثر من 100 رياضي مشارك من عدة ولايات، وحنا يعني الهدف من كل هذا من هذا الاختصاصات لجلب يعني عدد أكثر من الشباب للرياضة لمحاربة هذه الآفات الخطيرة التي يعني تدور يعني في المجتمع تاعنا. التنظيم الجيد والمحكم لمثل هذه الرياضات وعلى مدار اليومين من طرف القائمين عليها لاقت استحسان المنافسين وكذا حكام الدورة. ميكروفون قناة الأوراس تيفي رصدت لكم هذه الانطباعات. كما تلاحظون الإقبال كان جيد، المنافسة شريفة، حكام دوليين، الاتحادية الجزائرية لكمال الأجسام والحم بالقوة هي مشكورة على إعطائنا مش نظم هذه البطولة بدائرة عين توتة. نشكر دائرة عين توتة منها رئيس الدائرة رئيس البلدية الكلاب جيم كريم جيم اللي أعطاه كل الإمكانيات المادية والمعنوية مش تنجح هذه البطولة. وكما تلاحظون كذلك الرابطة الولائية راهي واقفة على الأمور التنظيمية ونشوفوا منافسة شريفة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم رامي فاطمة زهراء حكمة وطنية في رياضة الفيتنس تشالنج، ولحسن الحظ كانت أول مشاركة لي والله يبارك. مستوى البطولة كانت على مستوى باتنا يعني عين توتة بالتحديد، بلا ما ننسى المجهودات اللي بذلوها كامل ناس باتنا الله يبارك، وبلا ما ننسى قاعة الرياضة كريم جيم الله يبارك كان لها دور فعال في إنجاح هذه المنافسة، ونقدم جزيل الشكر لكامل
الناس باتنا من الكبير حتى الصغير خصوصا عين توتا. والبطوله الوطنيه ان شاء الله كان التحكيم تاعها ما شاء الله متالق وكان كل شيء عند حسن ظنهم، والمنافسه كانت جد 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 جيده بلا ما ننساو كيما نقولوا حنا يشغل كان ستاج الوحش الله يبارك، كانوا كامل متالقين وكان مستوى بطولي عالمي ان شاء الله يوصل للبطوله العالميه. ويعطيكم الصحة وبلا ما ننساو كامل الطاقم تاع التنظيم، الطاقم الفني، طاقم التحكيم، الصحافة في كل أحوالها، ويعطيكم الصحة وبارك الله فيكم وتحية باتنا. في البداية نشكر رئيس الاتحادية الجزائرية لبناء الأجسام اللياقة البدنية والحمل بالقوة، وكذلك رئيس الرابطة الولائية اللي وضعوا ثقتهم فينا في بلدية عين توتا من أجل باش تحتضن هذه البطولة الوطنية. اللي رحبت بالوفود اللي جاتنا من ولايات مختلفة من أنحاء الوطن. كذلك نحيي جميع الرياضيين اللي بذلوا مجهودات جبارة من أجل الفوز بهذه البطولة هذه، ونهنئ كذلك الفائزين بها، نتمنوا لهم التوفيق والنجاح في البطولات القادمة سواء تكون إفريقية أو عالمية. احنا قمنا بالمجهودات تاعنا باه نوفروا الجو لهذ الناس اللي جاونا يعتبروا ضياف عندنا في مدينة عين توتا. مدينة عين توتا اللي هي معروفة بناسها وكرمها وضيافتها، تعاوننا وقمنا احنا بالتنسيق مع المجلس البلدي لبلدية عين توتا ومع السيد بوهنتلا يعقوب رئيس لجنة النشاطات الاجتماعية والثقافية، وكاين مساهمين ساهموا معنا من مديرية التربية، من مؤسسة إحياوي، مؤسسة مرقد لوشان، كاين ناس بزاف ساهمت في هذه التظاهره. السلام عليكم، هذه البطوله الثالثه لاختصاص الفيتنس تشالنج التي تقام في الجزائر. لنا شرف نجو لولايه باتنا باش ندير البطوله الوطنيه ونسيي ونحكموا ونخدموا خدمتنا كما يلزم، ونشكروا بزاف بزاف ولايه باتنا وناسها على الاستقبال الحار وعلى تنظيم المليح اللي داروه، والبطولة كانت مليحة بزاف مع ليزاتليت، والحمد لله يا ربي إن شاء الله تكون بطولة عالمية. الحق تاع ربي يعني قاموا بينا ما شاء الله، حسن الضيافة، ناس كرامة مالقرعينا في الطريق، تبحرنا في الطريق، مي حسن الضيافة الله يبارك. لا ما نقدرش نعرف، ما نقدرش نقول لك شحال كرمونا، وين نروحوا وين ندخلوا، الحق تاع ربي. حضرنا من فيستيفال تاع دوك تاع الاوراس، جمعيه ثقافيه تاع البارود، الله يبارك قاموا بينا، وين رحنا قاموا بينا، يعني ما واش نقول لك، احسن احسن ناس هما ناس عين توتا، ديكي ديكاس ديديكاس ناس عين توتا، وناس الجي وناس بالسكره اللي شاركوا معنا وناس باتنا. بطل الجزائر، بطل افريقيا الموسم اللي فات اختصاص ديو، العام هذا اختصاص سولو، ديت المرتبه الثانيه في هذه البطوله طبعا الثانيه. منافسه فات ما شاء الله، تنظيم ما شاء الله، نشكر الاتحاديه ونشكر اهل باتنا بالاخص عين توتا، كريم جيم وجماعه، ونشكر ثاني مفيد على الاستضافه تاعو، نشكر ثاني جمال بالقسمي والشيخ كمال نجاح على التنظيم الجيد لهذه البطولة، وهذه هي. ومنافسة كانت يعني منافسة جيدة، نتمنى إن شاء الله نخدموا الأفضل إن شاء الله في البطولة العالمية والبطولة الإفريقية. نشكر جميع الخائمين على سير هذه البطولة، من بينهم الأخ كريم شيخ بيتا، كثير من الرياضيين ساهموا في نجاح هذه البطولة، ونشكر بعض الحكام الدوليين مثل الحكم الدولي قويدر. Thank you.
مستقبلا برب ان شاء الله تقدر باذن الله انتوتا قدام برك ما شاء الله برب ان شاء الله فيها خير مع لجان هذو مع المنظمين اللي معنا برب ان شاء الله نقدروا ننظموا بطوله افريقيه باذن الله.